الآن قمت بارتداء الحذاء وجبت معي الحبل، فلنبدأ في المغامرة. مرحبا بكم أصدقائي في فيديو جديد. في هذا الفيديو سوف أتمرن على الباركور، مضت مدة لم أتمرن عليه، وهذا الجو يوجد به الرياح وإلى ذلك، ولكن رغم ذلك سوف أتدرب. اشتقت للباركور، سوف أبحث عن الأماكن هنا وهناك وأقوم بالحركة، ولكن قبل أن أبدأ في الباركور سوف أبدأ بتجربة حركة الفلاير لوف. المهم تلك الحركة لا أتدرب عليها مدة طويلة. حسنا سأجرب حظي لليوم لعل وعسى. سوف ألعبها 3 مرات من دم أنطلق في الباركور، لأني أود الباركور اليوم. اقترب. آخر واحدة وأبدأ في الباركور. لا مشكلة، سوف تأتي مع الوقت. فلنبدأ، ماذا أنتظر؟ Let's go. الآن قمت بارتداء الحذاء وجبت معي الحبل، فلنبدأ في المغامرة. Let's go. لا أعرف ماذا سأفعل به، سوف أبحث عن المكان وأقوم بربطه فيه وأخيرا وجدت فكرة، قمت بربط الحبل كما ترون هنا وهنا. سوف أشرح لكم وقمت بوضعه. سوف أقوم بالخروج من هنا، أتمسك بهذا الحبل ويجب أن لا أضع رجلي في الأرض وأقوم بالخروج من هنا. لا أعرف كيف سأفعل حتى أخرج من هنا بدون أن أضع رجلي في الدرج. من ثم سوف أمشي رجل هنا ورجل هنا وأمشي وأصعد وأخرج من هذه النافذة الصغيرة. انتهيت من المغامرة الأولى. أقف هنا وسوف أقوم بعمل فرونت فليب من الفوق هنا. هكذا ما يحدث دائما حينما أضع هاتف في مكان وأتمرن أمامه وأجد في الأخير أني لا أتمرن أمامه، يعذروني. أعتقد أن هذه هي نهاية الفيديو، أتمنى أن يعجبكم. تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وطرح تعليقاتكم أسفل الفيديو. أود أن أطول في الفيديو لكنني متعب نوعا ما، كان هذا هو تدريب اليوم. أتمنى أن يعجبكم.